عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فضيلة الشيخ، شهر رمضان حياكم كريم. الله وبياكم، أسعد بك وأتشرف. حياك الله فضيلة الشيخ. ماذا قول علماء أو معتقد أهل السنة والجماعة في أبو طالب؟ هل هو مؤمن أم كافر؟ أما السؤال الثاني فضيلة الشيخ، هل يجوز تقبيل الزوجة ومص لسانها في نهار شهر رمضان كما كان يفعل الرسول؟ قال هل يجوز ايش؟ تقبيل الزوجة ومص لسانها كما يفعل. طيب ان شاء الله. هو طبعا اراد ان يذكر عائشة. هو يعني الشكل كده رافضي من العراق، فعايز يقول تقبيل عائشة ومص لسانها. طيب يا استاذ نجيبك ان شاء الله. ام محمد عبد الله اصلا من العراق، والظاهر انه رافضي لانه حب يلحن في السؤال ويدخل فيه عائشه، فاغاظاته تكون اكبر. عائشه امنا، شريفه الشريفات، الحصان الرزان، امنا ام المؤمنين عائشه، ولنا الفخار. فان كان رافضيا ايها المغفل اني اتعبد الى الله بسبك انك تعرض عائشه، ايها المغفل الخبيث، عائشة أطهر النساء أيها الخبيث، أيها الضال المضل والرافض. أهو مش صايم تقول يعني لا 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 سخب لا رفث. صحيح إن سب واحد أو شتمه إن كان مسلما، أما هذا الرجل إذا كان رافضيا فهو أخبث خلق الله وأضل خلق الله وأضر خلق الله على الإسلام والمسلمين. عامة نكاية فيك أيها المغفل أيها الخبيث، أبو طالب كافر، وأبو طالب مات كافرا، وأبو طالب في نار جهنم. وأما أبناء عمومتك، أبناء عمومتك طبعا معروف من أبناء العمومة أصحاب المقابر والطواف في القبر وأمور تانية أخرى لا تذكر الآن، لكن أصحاب المقابر أيضا يقولون بأنه أسلم ودخل الإسلام، ويأتون بحديث ضعيف جدا يتمسكون به. أبو طالب في النار. قال هل يجوز تقبيل الزوجة ومص لسانها أيها المغفل؟ ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يا أغبى الأغبياء، نعم إذا يجوز، وله أن يقبلها، وله أن يمص لسانها كما ورد. لكن يا غبي الحديث ضعيف، يا مغفل يا جاهل، ومعمموك الجهلة الذين لا يعرفون بما لا يعرفون، الذين لا يعرفون اصلا ولا فصلا ولا قاعده، ولا يعرفون معنى الحديث ولا اسانيد الاحاديث ولا علم الحديث، كلكم جهله، وانتم تكفرون بالله بجهل، وتجعلون علي بن ابي طالب الها وربا يسير الكون باسره وذرات الكون بيده، ولا احد يدخل الجنه الا بصك من علي بن ابي طالب ومرور الصراط من الحسين. يا جهله يا جهله يا أجهل خلق الله. الشعب يقول هؤلاء الروافض لو خلقهم الله طيرا لكانوا رخما، أسوأ الطيور الرخم. حتى عندنا في العوام، عندنا في الأمثلة، لما يريدون يسبون أن يسبوا أحدا يقولون له أنت رخم رخم أبرد من البرود. أنتم أشوف الشعب يقول لكانوا رخما، ولو خلقهم بهائم لكانوا حميرا، لأنهم جهلة كفروا بالله ولا يستطيعون قبول الحق. ثم يأتينا يقول عشان يعرض بعائشة الحصان الرزان، يا مغفل يا خبيث يا ابن الخبيثة، هي أطهر خلق الله وأشرف النساء على الإطلاق، مبرأة من فوق سبع سماوات. كان يقبلها، كانت تقول يقبلني ومس لساني. لو فعل يا غبي أنت بتعرض بالنبي، لو صح الحديث يبقى من السنة أن يقبلها ومس لسانها. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ما لي لا أفعل ما فعله رسول الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ضعيف، الحديث لم يصح. طب نتنزل مع الغبي بأنه يصح، وما أحد يأتيني يقول لي يعني أنت صائم؟ قلت نعم، أنا لا ما أرد عليه من أجل نفسي، أنا أذب عن عرض الصحابة وروحي بأسرها تذهب من أجل الصحابة. وهذا الغبي يبقى كده سافلا منحطا
ويبقى مهموما مغموما لقوة وضراوة الرد عن عرض الصحابة رضوان عليهم، ليس لا سيما الحصان الرزان. فأقول ولو صح الحديث أنه كان يقبلها وإن مص لسانها لا يكون هناك ريق، وإلا يعني يرده لا يبتلعه حتى لا يكون مفطرا. طب للمرء أن يفعل ذلك، للمرء أن يفعل ذلك، لكن بشرط على ما اشترطت عائشة وقالت وكان أملككم لإربي، فأيكم أملك لإربي؟ فإن كان يستطيع أنه يتحكم فيقبلها، ولا يستطيع أن ولا, ولا 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 تتعالى عنده الشهوة فيجمعها، فله ذلك. وقد أجبناك أيها المغفل، إن كنت كما توقعنا بأنك رافضي خبيث. هم قطعوا عليه أكيد، لأنه هو ما تكلم بعدها، وحاولت أكلمه ما تكلم بعدها. نعم. وأرواحنا فدا لأعراض الصحابة يا أغبياء يا سفهاء. نعم. الأستاذ حمدي يقول أخت وضعت حساب البيت. ربك انت ضروس عنده وعنده ايدين وصدر وعنده عين وبعد يسمع هم ذراعين اشكبر عنده.